تعودنا مشاهدين أن ترافقنا في كل خميس فرقة أوال المحبوبة، هذه الفرقة اللي عندها أصوات جميلة وأصوات فعلا. إذا مع فرقة أوال وهذه الأغنية. أريد أعرف أنا مالك وش اللي غير أحوالك، أريد أعرف أنا مالك وش اللي غير أحوالك، أمس كنا أنا وأنت عسل واليوم أنا محروم، عجيبة حالتك. التقينا هذه العائلة، نتعرف عليكم. إيمان أكبر. خالد السيابي. حياكم الله معنا في برنامجنا كل خميس. أهلين. أهلا وسهلا. طيب إيش رأيكم في المركز؟ جميل وكبير وفي متنوع. تحس خالد أن المراكز التجارية في مسقط توفر لكم أماكن التسوق والترفيه عن النفس؟ أي نعم، ليها جانب جميل وتغطي جزء من التسوق اللي نحن نحتاجه. نسيت الكل وغنيته وفي يومي ناديته، تركها الناس ناداني لعبها صح وخلاني، لعبها لعبها صح وخلاني، لعبها صح وخلاني، هويته صاري هواني، لعبها صح وخلاني، هويته صاري هواني. تجنت تجنت بغرامة وجد ولا فكرت في ثاني في ثاني، لعبها صح وخلاني، لعبها صح وخلاني.